والله شوف، احنا قبل ما نبدا نتكلم لابد نضع اشياء كارضيه صلبه نتكلم عنها، سواء دينيا ولا علميا. الاشياء هذه لا تخرج عن ثلاث اشياء، سواء جان او طائرات. عفوا، ايش البدايه؟ جان، انه يكون جن. جن نتكلم عنها، الطائرات او اجسام غير معروفه جويه. طائرات او اجسام غير معروفه، غير معروفه، اللي هي فكره الاطباق الفضائيه. إيه؟ اللي تقال. ايه طيب، نجي الان على الجن. آية في القرآن الكريم موجودة، يقول لك: وإنا زينا السماء الدنيا زينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. خلاص، هذه آية قرآنية واضحة موجودة. طيب، الشياطين يحاولون يسترقون السمع. يسترقون من؟ يسترقون من الملأ الأعلى اللي هم الملائكة. الشياطين ممكن تتكون على جميع الأشياء، سواء كائنات حيوانات عزكم الله، طيور، لكن لا تتشكل الشياطين على جمادات. فهذا نقول نو. طيب إذا ليش حطيت الافتراض هذا من أساسه؟ حتى نقول لك، حتى المساعد المشاهدين يقتنعون بالأشياء هذه، يعرفون إن هل هي كذا ولا كذا ولا كذا. لا، يعني مين افترض اصلا انه ممكن يكون جن؟ اي، بعضهم يقول لك لا، هذا جان. بعضهم يعني طب جسم واضح. ايوه، بعضهم يقول لك الجان لا يتشكل على جماد اطلاقا. اي، اذا انت تقول لانه بعض الناس يفترضون هذا الشيء، فاحنا ننفي هذه الافتراضيه. صح، تماما. صح. طيب، وصلنا للتفسيرين الباقيه، انها تكون طائرات او اجسام غير معروفه. الطائرات، انا بحكم خبرتي كطيران، الطائرات لها سرعه معينه، لها ديناميكيه معينه. الطائرات المقاتلة لها سرعة معينة، الغير مقاتلة لها سرعة معينة. الأطباق الطائرة اللي موجودة هذه يسمونها اليو اي بي، اللي هي unidentified aerial phenomena، اللي هي الظواهر الجوية للأهداف اللي غير معروفة. هاي ندرج تحتها اليو اف او، اللي unidentified flying object. طيب، في بعضها ماند وبعضها أماند. الآن الطائرات ما تكون بهاك السرعة، لها سرعة معينة. أقصى سرعة الآن هي تعتبر الفرد صوتية، صواريخ الفرد صوتية، اللي تعتبر أوفر ذا ماخ، يعني 12,000 كيلومتر بالساعة. الطائرات لما تتحرك ديناميكيتها ما يؤهل أنها تكون بهالشكل. أمس حصل أن الأمريكان أسقطوا جسم طائر فوق كندا، قالوا أنها شكلها ثماني. الطائرة ليست ثماني، الطائرة لازم يكون عندها أجنحة، لازم يكون عندها تيل، هذه ما عندها. معظم الصور اللي واضحة يقول لك أطباق طائرة كذا كذا. طيب، نجي الآن. لا، لحظة قبل ما نجي. يعني أنت بهذا الكلام تستبعد فكرة أنها تكون طائرات تماما؟ بعضهم يقول لك طائرة تجسسية. أنا كطائرة تجسسية لابد أحتاج تزود الوقود، بطلع من الصين إلى أمريكا كم مايل، ألاف الأميال، أحتاج تزود الوقود. وين الطائرة بتزودني؟ بكون أنا عرضة للرادارات الأرضية الأمريكية ولا الأوروبية ولا سميها ما شئت، لأن جسم كائن، الطائرة جسم كائن حديد، الرادار يرسل ذبذبة بلس ويث ترجع له يحددها. في طيارات شبحية، لكن برضو تحتاج زود الوقود. زود الوقود ليست شبحية. فالطائرات لها سرعة معينة. الحاصل الآن سرعاتها تفوق الصوت، تفوق 1000 كيلومتر بالساعة. هذه سرعة الأجسام ولا سرعة الطائرات؟ سرعة الأجسام اللي موجودة، اللي أجسام حتى لو حتى أنت تجيك بسرعة فوق الماخ، الماخ 1000 كيلومتر في الساعة، هذه فوق أكثر. الطائرات ما تتعدى سرعات معينة.